ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء إيبولا إلى 5420 والإصابات إلى 15145 وفق آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية وكانت الحصيلة السابقة الصادرة في الرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر تضمنت 5177 وفاة من أصل 14413 إصابة وفي ليبيريا تم تسجيل 2000 وتسعمائة وأربعة وفاة من أصل سبعة آلاف وتسعة إصابة، وفي سيراليون ألف وفاة من أصل ستة آلاف وثلاثة إصابة، وفي مالي خمس وفيات من أصل ست إصابات، ولم تتغير الحصيلة في نيجيريا والسنغال منذ أكثر من تسعة يوماً بعد أن سجلت ثماني وفيات من أصل 20 إصابة في نيجيريا وإصابة واحدة لدى طالب جنيه في السنغال أعلن شفاء وسُحب البلدان من قائمة البلدان التي يتفشى فيها المرض ولا يزال العاملون الصحيون يدفعون الثمن غاليا مع تسجيل 329 وفاة بينهم من أصل 568 إصابة